اعلانات فيسبوك والليد جنريشن من الحاجات المهمه جدا جدا في مجالنا كريل استيت، اعلانات الليد جنريشن والمشاكل بتاعه الكوست اللي بتقابلنا فيه. انا عارف ان انت عندك اسئله كتير وحاجات كتير محتاج تسالها، لكن انا هقول لك الوي بتاع الشغل في جزء الريل استيت كليد جنريشن، وهستنى كل الأسئلة اللي تخطر في بالك واللي انت بتمر بيها والنتائج بتاعت الريزلت، وما تقلقش هنفولو اب مع بعض في كل حاجة. خلينا كده نشوف جزء مهم جدا. أول حاجة في الكامبين، مبدئيا انت محتاج تمر على الكامبين في شكل مفصل. بمعنى انت دلوقتي خليك حط لنفسك بيزكس واساسيات قبل ما تشتغل الكامبين، يعني في حاجات اساسيه قبل شغل الكامبين نفسه زي الحاجات اللي احنا اشتغلناها وعدينا بيها، زي بالظبط كده تقسيمه الشرائح بتاعه الاس تي بي اللي اشتغلنا عليها. دي من الحاجات المهمه جدا جدا واللي هتلاقيها عدت عليك واشتغلنا عليها سوا وطلعنا منها نتائج. تقسيمة شريحة العملاء اللي المفروض إن إحنا فهمناها، الكلام ده كله مش عاملينه علشان نرميه أو عاملينه علشان إن إحنا نقول إحنا اشتغلنا جزء وسبناه. من الحاجات برضو المهم تقسيم التارجت أودينس والأوبجيكتيف والكونتنت، تمام؟ الكونتنت اللي أنت بنيته والاستراتيجي اللي أنت اشتغلت عليها. من الحاجات المهمة برضو البي إن إل اللي أنت اتكلمت عليه البودجت اللي احنا اشتغلنا عليها. كل الشغل اللي احنا اشتغلناه قبل كده والحاجات اللي احنا حطيناها دي كلها حاجات اساسيه بنشتغلها عشان implementation هنا، implementation هنا في جزء اللين جنريشن وشغلنا فيه. يعني ما ينفعش ان انا ابتدي شغل كاعلانات في البوكس بتاع الادز بس، ما ينفعش ان انا اشتغل على ده، لا انا لازم ابتدي اشتغل على الاجزاء دي حته حته واحده واحده علشان اكون فاهم بشكل كبير. يعني انا دلوقتي مش هينفع ان انا اشتغل الاجزاء دي واسيبها كده من غير ما اكون انا واخدها من البدايه، من غير ما اكون واخدها من ايه البدايه. طيب تعالى كده نتكلم عن جزء مهم جدا جدا ونخلي بالنا منه ونشتغل عليه. دلوقتي احنا بنتكلم في جزء مهم وهو الاوبجكتيف بتاعتك. احنا الاوبجكتيف بتاعتنا هنا بنتكلم في جزء الليد جنريشن. انت دلوقتي عندك الكامبين، امتى اعمل لها كامبين سبيلنج ليميت وامتى اسيبها؟ مبدئيا لو انت بتشتغل في اول كامبين ليك كبروجكت فانت لازم تسيبها زي ما هي فاضيه، سيبها زي ما هي فاضية. ليه؟ علشان ما تحكمش الكامبين بتاعتك وتحط لها بودجت تكون خانقاها، لو ما عرفش يطلع من البودجت دي مش هيجيب لك ريزلت. فانت لو بتست السوق ما ينفعش تحط الكامبين سبيلنج ليميت، لازم في تشتغل عليها لو انت فعلا عارف البودجت المفروض تحطها والاكشن اللي بيحصل في السوق. طب امتى اشتغل اي بي تيست او ليه اشتغل اي بي تيست؟ اي بي تيست لما انت لسه برضه بتشتغل على ان انت تتست السوق، لما انت تكون بتشتغل على انك بتتست السوق وبتشوف انواع مختلفه من الاعلانات خلال الفتره دي هتشتغلها ازاي، زي ما اشتغلنا كده بالظبط وحطينا في الشغل بتاعنا تقسيمه البودجت نفسها. تقسيمه البودجت، فاكر انت لما اشتغلنا على جزء البودجت تمام وقلنا المفروض ايه البودجت دي هنقسمها ازاي والمفروض هنحط البودجت دي في ايه بالظبط كتقسيمه، لما قسمنا 70% من شغلنا في البودجت وسيبنا الباقي منفرد لوحده علشان نخلي بالنا من البودجت ونشوف هنقسمها ازاي وقسمنا البودجت والجزء بتاع تقسيمه البودجت اللي عدينا عليها، تمام؟ طيب انا دلوقتي المفروض هشتغل على ان انا انسرت فورم، انسرت ايه فورم، انسرت فورم. طيب خلاص انا هانسرت فورم وهبني فورم علشان اشتغل عليه، انا مش هشتغل المفروض فورم كول او اي حاجه تانيه. طب هل ينفع ان انا اشتغل، خلينا لما تيجي وقتها اقول لك على
البوينتس بتاعت انستجرام. طيب خلينا نسلكت مثلا الكاتيجوري بتاعك. الكاتيجوري ده لما انت تكون شغال فاتح اجزاء معينه محتاج تشتغل عليها اعلان عشان الناس تشتري من عندك، في طبيعه الريال استيت مش بنشتغل. طيب خلينا كده نشتغل، هل انا اشتغل ليفت تايم بودجت ولا اشتغل بودجت ديلي بودجت؟ على حسب الشغل اللي انت بتشتغله ماشي ازاي كنظام، لكن الافضل بالنسبه لك ليفت تايم. ليفت تايم من الافضل حتى لو انت محتاج الافضل من ناحيه النتائج، والافضل من ناحيه حريه البودجت نفسها خلال الفتره. طب لو انا محتاج الكامبين تكون يوم واحد بسيبها برضو ليفت تايم وببتدي اشتغل عادي من نفسي من يوم اتنين فور اكزامبل لحد مثلا ايه يوم تلاتة مثلا في وقت مختلف وكده، بالنسبه لي هي اشتغلت كيوم واحد. تمام. طيب خلينا كده في جزء البودجت، لو انت شغال على جزء البودجت سيبها برضو لو انت في البداية، لو انت مش في البداية وحطيت بودجت معينة. فخلينا احنا كنا بنتكلم ان احنا بنشتغل على المفروض 1000. تمام. طيب هل الجزء بتاع الاودينس ديفينيشن ده بالنسبه لي يعني ايه او مهم في جزء معين؟ اه بالنسبه لك الجزء بتاع الاودينس ديفينيشن مهم جدا، ان يكون مش سبيسيفيك تمام ولا بورد. طب هل لازم يكون في منتصف الدايره بالظبط؟ مش لازم يكون في منتصف الدايره 100% خالص اطلاقا. على فكره في كامبينز بنشتغلها والديفينيشن بتاعها كده وبتشتغل وبتجيب نتائج كويسه جدا عادي، مفيش اي مشكله كشغل اكاديمي وشغل من غير تجارب بناء على تعليمات فيسبوك. لا انت لازم تكون في النص، بس حقيقه في الشغل بتاعنا بتشتغل عادي جدا من غير اي حاجه. طيب هل البوتنشال ريتش بالنسبه لي جزء مهم ان انا يكون في رينج معين؟ مينيموم بالنسبه لك مليون شخص، يعني 47 مليون و700000 والكلام ده؟ لا يعني مثلا 100000 شخص برضو لا. طب الرينج بتاعك منين؟ معاك مليون في البوتنشال بتاعك لحد 2 مليون، ممكن 3 مليون ماكسيمم بالنسبه لك، لكن ما تقلش عن مليون شخص عشان كده هتوصل لفين بالظبط. تمام. طيب تعال نكمل بقى الجزء بتاعنا علشان نشوف الجزء بتاع السكادوال نمشي ازاي. بعض الناس بتشتغل في الاعلان بيقول والله انا عندي الناس بتستجيب، الناس بتستجيب طول الليل وبالنهار الكامبين مش شغال، الكامبين بتسحب طول الليل بس بالنهار مش شغاله، وده عشان الاودينس بتوعي شغالين او الاودينس بتوعي بيتفاعلوا في اخر اليوم وده اكتر وقت بيكونوا موجودين فيه. فنصيحه مني، انت مش محتاج تصرف بودجت على طول النهار تمام وانت تعمل ريتش والناس ما تدخلش معاك او الناس مش بتاخد اكشن. عادي جدا ممكن ترون الادز بتاعتك كسكادول في الاوقات اللي بتفاعل فيها الناس بس، وتسيب الكامبين بقيه النهار ما تصرفش، عادي جدا. تمام. طيب ده هيبقى لي بالنسبه لي افضل من ان انا اوقف الكامبين وارجع اشغل. الناس بتيجي تعمل كده، بتوقف الكامبين وترجع تشغل الكامبين تاني، ده بيدخلك في سيزون، بيدخلك في كومبيتيشن جديده، بيدخلك في شغل جديد ككومبيتيشن، وفي الكومبيتيشن دي يكاد تكون بتخسر مره وتكسب مره. انما انت عندك اعلان شغال وتشغله السكادول وتسيبه في الكومبيتيشن والميزانيه اللي دخل بيها. طب تعالى كده كسكادول المفروض ان انا اشتغل، هل المفروض ان انا اشتغل على مصر كلها؟ بالتاكيد لا، انت مش محتاج ان انت تشتغل على مصر كلها. مفيش حد في سينا ممكن، او كام واحد في سينا هيشتري في القاهره في العاصمه، وكام واحد في قنا، كام واحد في اسيوط هيشتروا في العاصمه. فانت مش محتاج تعمل الكلام ده كله، انت محتاج تعمل فان على المناطق الانترستد بيز اون على التفاصيل اللي انت فيها. طبعا احنا ما كناش بنتكلم على مصر، كنا بنتكلم على ناس هتيجي تنفست معانا، فاحنا محتاجين نحدد الناس اللي موجودين مثلا في الرياض كمنطقه في السعوديه. وطبعا عايزين نعرف الكلام ده ازاي، على حسب المنطقه اللي متواجد فيها الاودينس بتوعك تبتدي تشتغل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا دلوقتي المفروض عايز اتارجت الناس مثلا
السودانيين اللي في مصر فور اكزامبل مثلا. فانا عندي في شارع من خلال السيرش عارف ان في شارع في مصر اسمه شارع السودان، مش الشارع ده فيه كل السودانيين، تمام؟ فخلاص انا اشوف ده عندي. في عايز اعرف تجمع المصريين في دولة دبي، في دولة الامارات، عايز اعرف تجمع المصريين في الكويت، تجمع المصريين كل منطقة من دول فيها تجمع للناس اللي انا بشتغل عليهم، مش عشان عايز حد في السعودية وفي الكويت والمفروض ان انا اشتغل اتارجته فاخد السعودية كلها. دي حاجة يعني it's not professional وبيولوجيك مش هتنفع معاك، وبيزد اون على الشغل اللي بنشتغله، بناء على الشغل اللي بنشتغله مش هتنفع معاك بشكل كبير. طيب خليني كده نشوف السن. بعض الناس بتيجي في شغل السن بتشتغل، والله احنا محتاجين ناس من 40 من 35 لحد 65، ده شيء غلط خالص، او بناء على الاستراتيجيه اللي احنا بنشتغل عليها لو جابت معاك نتيجه كمل اللي انا بقوله. مش قرآن من الحاجات المهمه جدا ان احنا نكون فاهمين ان الشغل بتاع الماركتينج استراتيجيز، انت عندك استراتيجيات كتير جدا جدا مختلفه، ممكن انت تبني استراتيجي وانا ابني استراتيجي، لكن في الشغل المهم اللي ينجح في الاخر ايا كانت هي ايه الطريقه، المهم ان انت ما تلعبش على استراتيجيه مش ناجحه. طيب خليني كده اقول لك برضه على جزء كمان، ان في الجزء بتاع السن انت ماكسيمم معاك 15 سنه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو نزلنا من 30 سنه لحد مثلا 55 سنه في فرق كبير. شخصيه العميل بتاعي اللي عنده 30 سنة غير شخصية العميل اللي عنده 60 سنة. احنا كنا مقسمينها لو تفتكروا من 40 ل من 50 لحد 65، عشان كده كنا قايلين ان احنا ماكسيمم معانا او ماكسيمم معانا 15 سنة، عشان ده فرق الجيل بتاعنا، فرق الجيل من الجيل للجيل، فرق 15 سنة، فرق تفكير، فرق تفاصيل. طيب تعالى مثلا كده نقول ايه ريال استيت مثلا، ونشوف المفروض هيطلع لنا ايه، المفروض هنشوف هيطلع لنا ايه. طب تعالى كده نشوف هيسجست لنا ايه، واحنا المفروض محتاجين الناس اللي بت ايه بتانفست، الناس اللي بتانفست. طب هل انا احط انترستد؟ ما تحطش انترستد كتير. طب في ريال استيت من الغلط جدا ان انا بحط انترستد، انا كواحد من الناس كمحمود مش بشتري في العقارات في العاصمة، لكن interested بالريال استيت في العاصمة لأن أنا ببيع هناك، بشتغل ماركتينج هناك. كام حد وكام شركة بروكر وكام شخص بيبيع في العاصمة وكام حد بيتكلم على العاصمة أو بيتكلم على الريال استيت؟ مش كل الناس. فانترستد مش بيكون شكل 100% صح إلا لما تكون محددها في جزء النارو، إن أنا محتاج الناس الانفسترز لكن الـ interested بـ real estate، الناس الـ interested بـ real estate كجزء في الـ ده جزء الـ exclude سوري المفروض في النار. وخلينا كده نحط بس هنا الجزء بتاع الـ investors أو كـ investment، هو interested بالـ investment، تمام. خلينا نشوف إن ده حد interested بإن هو ينفست، تمام. وخلينا هنا في النار audience الريال استيت. طب هل من الصح جدا ان انا اشتغل على الناس، اشتغل على الناس اللي هي الناس اللي هي انترستد 7 او 8 والكلام ده؟ انت مش محتاج تحط ناس كتير جدا، انت مش محتاج تحط كل الناس وتحط التفاصيل اللي انت الكبيرة اللي احنا محتاجينها والكلام ده كله، تمام. انت مش محتاج تحط الكلام ده كله. طيب خلينا كده نشوف المفروض انا محتاج الناس انفسترز. طيب ايه تاني كانفسترز ممكن يديني كسجست؟ خلينا كده نشوف انفسترز ونشوف السجست فيها هيكون ايه بالظبط. انفستور خلينا هنا نشوف الجزء بتاع انفستور في بروجرامز و بيزنس ديلي وانترستد بالريال استيت انفستور، تمام. ريال استيت انفستورز خلينا نشوف. طبعا احنا عندنا
ممكن نشيل دي علشان طبعا عايزين نظبط الكلام بتاع احنا دلوقتي عندنا 164,600 شخص من 2 ل 10 ليدز، دي برضو حاجة مش كبيرة بشكل كافي. ريل استيت انترستد، تمام اوكي. خلينا نشوف ايه تاني انترستد، خلينا نشوف ايه تاني، خلينا نشوف انفستر اسيستنت كريتيف اوكي تراست. طب اي حاجة فيها ريليشن ما بين الانفستنت وما بين ال وما بين الريل استيت لازم أنا اكون شغال عليه. طب هل دي الطريقة الوحيدة المفروض اشتغل بيها واكمل عليها كشغلي كريال استيت؟ لا خالص، انا ممكن اشتغل على ناس اصلا هي انترستد لكن دكاترة. لو انا مش بدور، انا هنا خلينا ماشيين في الجزء اللي احنا مركزين عليه جدا، الجزء بتاع الانترستد الانفسترز، تمام. خلينا نشوف الجزء بتاع الانفسترز اللي احنا محددين. هل بقى ينفع هنا بقى احط الناس كلها كشغل، ان الناس دي كلها انا السن مع اي حاجه، اي حد مهتم باي حاجه وكل بعض؟ ما ينفعش طبعا، انا مش مستهدف الريال استيت، تمام. ديت انا هاخدها كده، تمام. الريال استيت بروكر، تمام، هاخدها كده، والمفروض ان انا اعمل لها ايه؟ اعمل لها اكسكلود، تمام. المفروض ان انا احطها ايه في الاكسكلود. انا محتاج ايه؟ اشيل الكلام ده، تمام. محتاج اشيل الكلام ده، محتاج اشيل الكلام ده، تمام. الناس اللي هي ليها علاقة بشغلها بالكلام ده مش من المفروض ان انا اخدهم معايا او اعمل لهم اكسكلود، عشان انا مش محتاج حد بروكر معايا، تمام. من الاجزاء بقى المهم ان انا المفروض ايه اشتغل على ايه الريال استيت كانفستمنت، وابتدي احدد العملاء بتوعي، تمام. خلينا نشوف الفيلا، تمام. انا مش ايه دي كلها حاجات، وبعد ما تحط كل الحاجات بتاعتك تبتدي تصفي الناس دي، تبتدي تصفي الناس دي بناء على السايز. هتلاقي في ناس قافله معاك التارجت، وتبتدي تحدد السايز بتاعهم رايح فين بالظبط، تمام. من الحاجات برضو اللي ساعات بتحصل ان الاودينس ديفينيشن بتعلق معاك، تفضل تشيل وتحط فيها لحد ما تلاقي اصلا الموضوع بقى رايح معاك في حتة تانية، الموضوع بقى رايح معاك في حتة تانية. الناس خليني هنا الناس interested real estate، تمام. والمفروض انا عامل اكسكلود لده، فخلينا نشوف كده ايه تاني interested real estate، تمام. خلينا نشوف lecture، تمام. خلينا نشوف interested بي تاني، ممكن لا employees، لا بروكر، الناس ال interested بالناس البروكر، تمام. خلينا نشوف ايه تاني، تمام. خلينا نشوف investors، طيب نبتدي تاني من الأول عشان يفصل لنا الرقم اللي احنا شغالين عليه ده. خلينا طبعا نوسع هنا الدايرة شوية، تمام. نشوف معانا ايه تاني، خلينا نجيب
طيب هنا كده نشوف الاقتصادية، ومحتاجين مثلا جدا تمام. لينا نشوف أصلا، نحط هنا الناس real estate investors real estate تمام. خلينا نضيف معاهم دول الكويت يعني، نشوف ايه الدول التانية اللي ممكن يكون فيها مصريين وعايزين ينفستوا وموجودين بره مصر. فكر كده تاني برضو معايا، نشوف بقية الدول. طبعا الدول التانية في أفريقيا أكيد لأ، وخلينا نشوف دول ايه تاني كخليج. خلينا نشوف الكويت. اوكي تمام ماشي، نوسع معانا. Real estate investing طلعت معايا. خلينا luxury real estate Trust Bear, Real Estate, Real Estate, Broker, Trusted. تمام، اوكي. ريماكس طبعا. تمام. شوف طيب، لا ريماكس لا. خلينا نشوف الانفستورز. مية. Return investor. Right. Investing. Hello again. Country real estate. حلو جدا تمام. خلاص انا كده جمعت الانفسترز والريتيرن
الناس اللي انترستد بالانفستمنت والانترستد بالريال استيت في نفس الوقت. تمام، وطبعا عملت اكسكلود للناس البروكر، وده اللي صعب المهم شويه للبروكر والايجنتس كبروكر، عشان اصلا لو هم شغالين انا مش محتاجهم. تمام، لانجوج بسيبها لو انا جوه مصر بسيبها، لو انا مش جوه مصر ببتدي ان انا ممكن احكمها شويه علشان لو في هنود باكستان، بس طبعا الدنيا هنا معايا دخلت في دخلة، بس ظبط التاني عربي وانجليش بس. تمام، والمفروض ان انت بتشتغل على مناطق تانية واجزاء تانية. دلوقتي بتكلم في جزء المانيوال وجزء الاوتوماتيك. جزء المانيوال وجزء الاوتوماتيك المفروض ان انت تظبط الجزء ده بناء على انت هتشتغل ايه. طبعا ما ينفعش ان انا اشتغل انستجرام وفيسبوك مع بعض، ما لان الصوره بتاعت الانستجرام هيكون فيها لازم تكون واحد في واحد مقاس الصوره بشكل كامل، في حين ان ده مش هينفع مع اجزاء تانية في الجزء الاعلاني. تمام، فخلينا نشوف، او لو هتشتغل الاثنين مع بعض طبعا لازم تكون الاثنين مع بعض واحد في واحد، وتراعي جدا جدا ان انت شغال الكامبين على الاثنين، تراعي جدا جدا ان انت تكون شغال الاثنين على نفس الكامبين. تمام، او ان انت الميديا بتاعتك تكون مناسبه للاثنين. اول ديفايس طبعا خلاص ما بقاش في فرق ما بين الديفايس اي او اس والكلام ده، خلاص كان زمان. ولو انت عايز تاكسكلود حاجه معينه بتبتدي تعملها اكسكلود في الاد وبتكمل عادي جدا في الجزء بتاعك. تعال بقى نشوف الجزء بتاع الاوبتمايزيشن دليفري. الجزء بتاع الاوبتمايزيشن دليفري هنا انت المفروض بتشتغل عليها لو انت عايز تحط ليميت معين للكوست بير ليد، وعارف انه مش هيخرج منه، وعارف انه مش هيخرج منه. حلو جدا. طب انت عارف انه مش هيخرج من الكلام ده، خلي بالك انا هنا حاطط لك اس تي بي والكونتنت والبي ان ال والبودجت، لان الحاجات دي اللي لازم تخلي بالك منها وانت شغال هنا. احنا هنا بنشتغل بناء على المعلومات اللي حطيناها هنا. تمام، طيب انا هنا دلوقتي عندي الكوست، خلاص انا مش عارف الكوست بالظبط، فاو من الافضل في اول الكامبين ان انا اسيبها مفتوحه واسيب الاوبتمايزيشن فول دريفري على الليدز نفسها. تمام، طيب تعالى كده انت سبتها مفتوحه. طيب من الحاجات الكويسه جدا اللي ساعات بنعملها لو انت الكامبين عندك فيها مشكله واقف، اول حاجه نبتدي نتست، بنبتدي نتست الكوست بير ليد، بنبتدي نتست الكوست بير ليد ونشوف ايه التفاصيل بتاعت الكوست بير ليد هتعمل ايه. طب والله لا مش مظبوطه بالنسبه لي، ببتدي اعلي شويه واشوف التفاصيل بتاعتي هتوصل لفين. خلاص اوكي، فدي من الحاجات المهمه جدا جدا، وبعلي البيت كوست كاب وبشتغل على بدل ما هو ستاندرد خليه سريع. من الحاجات اللي ساعات بتخلينا نشتغل في البيت كنترول ان احنا نحطها بيت كاب. تمام، ان انا محتاج اخليها بيت كاب عشان اسرع الكامبين نفسها وخليها تجري بشكل سريع وتديني نتائج سريعه لو انا فعلا محتاج اشتغل ب كوست في نفس الافريج ده. تمام، انا هنا هوصل من 4 ل 12 كي وعندي موال ل 11 ليد. تمام، نكست ونشوف الباقي. المفروض هنا مديني ايرور اشوفه هو ايه. تمام، فين الايرور هنا؟ اكيد في التايم اللي احنا عديناه، بس اوكي اهو التايم فعلا. خلاص نعدي التايم، وهنا بيقول لي اليوز بتاع البيج. تمام، طيب هنا يوز سيلكت بيج، خلاص انا عملت سيلكت للبيج اصلا. نيجي هنا نشوف الايشوز في ايه. This ad has documentation. Okay. Next. تمام، انا دلوقتي المفروض ان انا هشتغل على الاعلان، فالمفروض هعمل ليد فورم جديده. هعمل ليد فورم جديده، ببتدي اعمل ان انا هشتغل على سنجل صوره، سنجل عادي جدا، وببتدي ان انا اد كريت فورم، ببتدي ان انا اد
او كرييت فورم. الحاجات المهمه جدا في الكرييت فورم ان انا مش بحط لها انترو، تمام؟ مش بحط لها ايه انترو، بسيب الانترو عادي جدا شغاله زي ما هي. اهم حاجه بالنسبه لي هي الهيدلاين، تمام؟ الايه الهيدلاين. وكمان ساعات مش بحط الجزء بتاع اي حاجه، انا محتاج الناس تخش على الكويتشنز على طول، انا محتاج الناس ايه تخش على الكويتشن على طول، فانا باجي على الكويتشنز واسيب الناس. لو انت مش هتستخدم ايميل بلاش تحط ايميل، انت بتحط الاسم والمفروض ان انت بتختار بقيه الايه السلكت بتاعك وبتخلي الناس بتكمل عادي جدا جدا، والمفروض الناس بتضيف الاجزاء بتاعها الفون نمبر وخلاص على كده. لو انت مش شغال ايميل ماركتنج ما تتعبش الناس في اضافه الايميل، ما تتعبش الناس في اضافه الايميل بتاعها وتقعد ايه تخلي الناس تضيف الايميلات بتاعتها وانت اصلا مش شغال ايميل ماركتنج. في الجزء بتاع الجزء ده بنحط ايه بالظبط؟ بنحط اللينك بتاع الويب سايت وبنحط اللينك بتاع ايه الويب سايت نحط لينك الويب سايت، تمام؟ بحيث الناس تكمل عليه لو هي محتاجه ايه تشوفها. وبقول للناس يمكنك معرفة المزيد، لأن محدش أصلا بيبص على البرايفسي. ما يمكنك معرفة المزيد حول المشروع. ممكن أحط لينك إيه الويب سايت، تمام؟ وفي الآخر بقول له بحطه يمكنك التواصل معنا عبر، واروح حاطط له في الديسكربشن الرقم التليفون بحيث ان انا استفيد من كل حته في الويب سايت في الفورم، استفيد من كل حته في ايه الويب سايت. وممكن احط له كول، تمام؟ ولو ما حطيتلوش كول بقول له فيو ويب سايت، بس ببتدي له هنا بقول له للتواصل واتساب، تمام؟ علشان احط له كونتاكت اوصف كل حته، كونتاكت اوصف كل حته، فول موجود، فورم واحنا نكلمك موجود، واتساب موجود، وببتدي احط له لينك ايه الواتساب بزنس، ببتدي احط له لينك ايه. طبعا هنا محتاج لينك ابتدي ايه احط له ايه لينك، تمام؟ وببتدي اعمل بوبليش. طبعا هنا وابتدي احط له ويب سايت واجمل واكمل عادي جدا، بوبليش عادي جدا، مفيش اي حاجه. ديسكريبشن هنا بحط له طبعا يمكنك بياناتك ونتواصل معك، تمام؟ حلو جدا. كل ما عليك بياناتك ونتواصل معك، والناس بتحط البيانات بتاعتها عادي جدا جدا. طب هل من الافضل ان انا اخلي الفورم يملى دايركت ولا الناس تملى؟ لا، انا عايز الناس هي اللي تملى، تمام؟ الناس هي اللي تملى عشان تكون الموضوع كامل ارادتها عادي جدا، وبتشتغل بتكمل. وبدوس بوبليش كامبين، بدوس بوبليش كامبين. الاهم من الشرح اللي اتشرح ده دلوقتي ان انا عايزك تقول لي كل الاخطاء اللي بتقع فيها والمشاكل اللي بتقابلك الكل البروسيس اللي بتعدي بيها وبتواجه فيها مشكله، حتى لو وصلت ان احنا ندخل لايف مع بعض ونعالج المشاكل دي، ده هيحصل مفيش اي مشكله. لكن دي افضل النقط واهم الايشوز اللي بتحصل والنقط اللي بتوقع ناس وبتكون مش واخده بالها منها. حاجه كمان، ما تعلاش بالبودجت قوي وانت الاكونت بتاعك مش متعود على كده، الاكونت بتاعك مش متعود على ان انت تلعب على بودجت كبيره ومره واحده تحط بودجت، ده بيعمل معاك مشكله، بيعمل معاك مشكله، والاكونت ممكن يقفل وانت مش عارف الاكونت بيقفل ليه، تمام؟ اعمل تيست على الكامبين وجرب تشتغل، وهنفرض مع بعض استراتيجيز الى ما لا نهايه في الشغل بتاعك.